نقول لكم شكرا كاملين. اي حد يدعي معايا تبارك الله، دعوا معايا، اي حد يدعي مع محمد الريفي يدعي مع الريفي، يا في الدنيا يا في الاخره، ولا عنده جوج ركعات يصلي عليا. لا لا يا مساء الخير، يا مساء الحب. سلام منير، لاباس؟ الحمد لله. حياة حياة، كيف حالكم؟ الحمد لله الحمد لله، الله يشافيك. شكرا شكرا لكم كاملين، كاع الناس اللي تدعي معايا تنقول لها شكرا. شوية الحمد لله حياة، تنقول لكم شكرا جزيلا. اي حد يدعي معايا بزاف تنقول لكم شكرا كاملين. الدعوة تكفي، الدعوة تكفي، شكرا الحمد لله. اي حد يدعي معايا و ادعيوا معايا كاملين، والناس الطيبين تنقول لهم شكرا جزيلا، كاع المغاربه كاملين اللي دعوا معايا. الحمد لله. تجي يا عمي سلام باش الانسان تيبرد. شوف الناس شحال كيبغيوك تبارك الله. شكرا، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكون مزيان شويه الحمد لله. دعوا معايا، اي حد يدعي مع محمد الريفي اللي ما عمركم شفتو منو، تشوف ما شفتو منو شي حاجة خيبة، دائما تشوفوني دائما بالضحكة، دائما بالضحكة، ما عمري ما اذيت شي حد. فشكرا شكرا لكم كاملين، الله يطول لي عمركم. بغيت اي واحد دائما يدعي مع الريفي، يا في الدنيا يا في الاخره، ولا في اي حاجه يدعي مع الريفي، يدعي معاه، لان دعواتكم مستجابه ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله على كل حال. شكرا جزيلا كاملين، كاع الناس كاملين، وسميتو اي واحد طلب ديالي المغاربه كاملين، اي واحد اللي عنده جوج ركعات يصلي عليا على محمد الريفي. اي حد اي حد باش ربي يحفظ عليا في الدنيا وفي الاخره، فاي حد يكون يصلي على الريفي جوج ركعات صدقه محمد الريفي. شكرا لكم كامل، شكرا لكم كاملين كاع الناس، تنقول لكم شكرا. كل شيء تنقول لي شكرا، كما قلت لكم الناس عافاكم، اي حد تيصلي في المسجد يدير جوج ركعات لمحمد الريفي صدقه المغاربه كاملين. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تفني تحت امرك تشوفوني تبكي، ف الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فاي حد يكون في المسجد يصلي لي جوج ركعات صدقه دائما يحب. شكرا الله يطول عمركم جزيلا، شكرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يطول عمركم كاملين، اي واحد تنقول لي الله يطول عمركم باش غير مده ديال 8 سنين اللي عارف محمد في النهار باش مش مني الا خير.
الا الاخر، ولا مره اديت وزنا ولا اي حاجه، تكون كفاتي الحمد لله. وتشكر على التوفيق والله. شكرا 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 شكرا. شو حب الناس حال زوين، حب الناس يعطيك طاقة، حب الناس حب الناس حب الناس زوين، الناس امين كيف فرحوا بك. امين يا رب. الحمد لله الحمد لله. الله انسان تيقول لك لا من القدر اللي كتبها الله كتبها ان شاء الله. الحياة واعدة بطاقة ايجابية دابا تواصل المحب ديالك. حياة الله يجازيك بخير. حياة جبران من شكرا لكم كامل اللي وقف معايا في هاد الأزمة وهاد المحنة النفسية. ما كاينش زعما الله يخلي لك وليداتك حياة جبران. شكرا الله يحمل انت وليد جبران سكينة. الله شكرا لكم كاملين واحد واحد. الله يطول عمركم. اي واحد تنقول ليه الله يتقيكم. شكرا شكرا شكرا. مغاربة تنموت عليكم دائما دائما. خلي ايمانك بالله قوي، وانت ايمان قوي. الناس يقول خلي ايمانك بالله قوي ونعم بالله. نعيشوا مره واحده في الحياه. ويالله قريتي القران، ويالله سمعت القران. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوف الناس والله يلعبوا كي شجعوا. واش بغيتي تقرا؟ الحمد لله الله وشكرا الحمد لله. حب الناس راه كبير. تنبغيكم بزاف وتنموت عليكم كاملين. اي واحد تنقول لكم محمد الريفي كان تيبغيكم دائما تلموت. باي باي. باقي كيبغيكم باقي غير متعكم ان شاء الله. يلا كون طاقه ايجابيه. باي باي ان شاء الله ان شاء الله. اليوم بغيت نهضر معكم نتحدث معكم في بزاف ديال الحوايج. والحمد لله فاش كندير باش تسولوني كنلقى بزاف ديال الناس اللي كيشكروني وكيحسوا بيا يحسوا باشنو كنعطي واشنو كنحاول ندير. هادشي ما كافيش. الانسان دائما كيبقى غير صوره، ولكن اشنو الداخل ديالو اشنو كيعيش حتى شي واحد ما يقدر يعرفه. ان كلشي الناس كيبقاو بعاد. كندوزو بفترات صعيبه، مره كتكون ضحك، مره كتكون باكي، مره كتكون. ولكن انا من الناس اللي دائما كنحاول انني نشد الداخل داخل داخل وما نديكاجيش هداكشي لبرا. قضية صعيبة ما تحاولوش انكم ديروها، لانها كتأثر على النفسية ديال الواحد بزاف. اللي عنده شي حاجة ضارة لداخل يخرجها الحجرة يقولها في المراية. قضية اخرى ممكن انني نقولها، انا عندي لوكوراج نقولها حيت هي ماشي عيب. انا دزت بزاف ديال الحوايج وفقدت بزاف ديال الناس في حياتي اللي عزازين عليا وكنبغيهم. سواء يعني فقدتهم كان سبب موت، فقدتهم سبب كان تخربيقة، فقدتهم سبب كان منهم ولا مني أن غيري قصد. مهم ما كنحاولش نفقد الناس. والغلط اللي كندير هو أنني كنشد الخاطر أكثر من اللازم. كنشد الخاطر وكنبقى نحاول هذاك الإنسان ولا إنسانة كنحوز عليهم باش حتى شي حاجة ما تدخل وتفرتك هذيك القضية. ولكن هذاك الإنسان ولا إنسانة كيعتبر هذيك القضية ضعف، كيعتبرها انت زايد ناقص لانك في ايدي. الوغ كنت شي واحد ما في ايد شي واحد. وضراتني بزاف لاني لقيت راسي كنعطي واحد لي فور كبير. كنلقى راسي اكستريميست، كنمشي كندافع وكنعطي كلشي، كنمشي 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 دماغي كيمشي. هي زوينه ولكن خايبه. خايبه لك كنتي كطيح مع ناس اللي ما كيعرفوش قيمه هذا الشيء. والناس ما كيعرفوا بقيمه هذا الشيء حتى كيطيحوا مع ناس اخرين وكيغدروهم وكيعرفوا بحقهم وكيعرفوا بحقك وكيرجعوا دائما من بعد ما كيفوت الوقت. ما كيبقاش صالح انكم ترجعوا كيف ما كنتوا. فمهم الاساس من الشيء اللي بغيت نقول هو انكم تبغوا راسكم. لان انا يلاه كنحاول نبغي راسي، لان دائما كنت كنفضل الناس على راسي. كنحاول ما نخسرش الناس، كنحاول كنلقى راسي اعطي الوقت لكل شيء اكثر من راسي. انا دابا الوقت ديالي اليوزع حبيبي لعائلتي. مهم الواحد يحافظ على الاساس والساس ديالو وما ياديش. اهم حاجه الا ما اديتيش ربي دائما كاين الفوق كاين الكار. كانت دردشه زوينه والمغزى منها هو انني نهضر معكم. لان السؤال كان دائما كيفاش ابتسام دائما كتكوني ضحكه، كيفاش ابتسام دائما كتكوني ناشطه. لا انا ماشي دائما كنكون ضحكه، انا ماشي دائما كنكون ناشطه. انا بحالي بحالكم كنبكي
بيني وبين راسي، كنبكي على اختي، كنبكي على صاحبتي، كيكونوا عندي مشاكل، كنلقى راسي ضعيفه بزاف. ولكن ملي جيت نلقى بقيت انا المشكل الاساسي، ما عنديش انا، بقيتو عند لي زوتر اللي كيضروني. دونك هاد علاش غادي نبكي بسبب الناس؟ لا، ما نبكيش بسبب الناس، نبكي على شي حاجه اللي انا درتها وبايدي، نبكي على التقصير ديالي مع الله سبحانه وتعالى، نبكي على مشكل، نبكي على اللي كيحبوني وكيعزوني وهازين لي همي. دونك هادي غير مغزى باش تاخذوا منها فكره وصافي. كنخليكم نهاركم بروح. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.